اختتم المعهد العالي للتقنيات الطبية بجلب مشاريع التخرج للطالبات بالمعهد بحضور أهل الطالبات وأعضاء هيئة التدريس في المعهد. تخرج الدفعة الخامسة من قسمي التمريض والمختبرات بالمعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية جالو، والتي نرجو من هذه الدفعة أن تسد العجز إن شاء الله في المستشفيات والوحدات الخاصة. لنا الشرف الكبير أن بناتنا يتخرجوا من كلية عظيمة اللي هي كلية الطب، وإن شاء الله يا رب نتمنى النجاح من كل الطلبة يا رب العالمين. مشاريع التخرج تركزت على أهم المشاكل والأمراض التي تعاني منها منطقة الواحات، وأهمها أمراض الأطفال والنساء. نشكرهم كلهم ونشكر الأبلاد التي خرج بناتنا والمدرسين اللي شاقين ببناتنا اللي عندها خرجوهم، كلهم نشكرهم كبير وصغير، نشكر مدينة جالو. واستمرت مشاريع التخرج لمدة 3 أيام، وجرى في نهايتها تخريج ما يقارب 50 طالبة في تخصصات مختلفة منها التمريض والصيدلة، والتي ستدعم بدورها المستشفيات والمراكز الصحية في مناطق جالو وأجلة وجخرة التي تعاني من نقص في الكوادر الطبية والطبية المساعدة.